ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد وجاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد ونفخ في الصور ذلك يوم الوعيد وجاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد ونفخ في الصور ذلك يوم الوعيد وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد لقد فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد وقال قرينه هذا ما لدي عتيد ألقيا في جهنم كل كفار عنيد مناع للخير معتد مريب الذي جعل مع الله إلها آخر فألقياه في العذاب الشديد قال قرينه ربنا ما أطغيته ولكن جهنم هل امتلأت وتقول يوم نقول لجهنم هل امتلأت وتقول يوم نقول لجهنم هل امتلأت وتقول هل من مزيد وتقول هل من مزيد
بكل أواب حفيظ من خشي الرحمن بالغيب من خشي الرحمن بالغيب من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب ادخلوها بسلام إلى ربها ناظرة
والتفت الساق بالساق والتفت الساق بالساق إلى ربك يومئذ المساق إلى ربك يومئذ المساق ولا صلى ولكن كذب وتولى فلا صدق ولا صلى ولكن كذب وتولى ثم ذهب إلى أهله يتمطى أولى لك فأولى ثم فأولى أيحسب الإنسان أيحسب الإنسان أن يترك سدى ألم يكن طفة ألم يكن طفة من مني يمنى ثم كان علقة فجعل منه الزوجين الذكر والأنثى أليس ذلك بقادر أليس ذلك بقادر أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى.